في أجواء إيمانية متسمة بروح التنافس، عرف مسجد الهجرة ببركان مسابقة خاصة بتجويد القرآن الكريم وترتيله بالإضافة إلى القواعد. المسابقة التي نظمتها جمعية مسجد الهجرة بتعاون مع مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس العلمي بأبركان، أشرف على إدارتها السيد البدر الطاهر الذي ركز على أهمية هذه المسابقة في بعث روح الاجتهاد والعمل من أجل حفظ كلام الله تعالى والتباري من أجل تجويده وترتيله بالطرق الصحيحة المعتمدة شرعا. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. كما ركز على ضرورة الاهتمام بكلام رب العالمين من خلال رعاية حفظ كتاب الله والدفع بالنشء من أجل الاهتمام بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وترتيلا. المسابقة التي شملت ثلاثة أنواع أشرف على تحكيمها لجنة من المرشدين الدينيين، وهم السيد كريم عبد الغني والسيد إبراهيم محمد والسيد صاروشن إبراهيم والسيد حمدان أحمد والسيد العسل عبد السلام، والتي آلت نتائجها كالشكل الآتي. مسابقة القواعد التي عرفت التباري بين مساجد الإقليم عرفت تتويج مسجد الهجرة ببركان بالرتبة الأولى، فيما عادت الرتبة الثانية لمسجد الهدى بالسعيدية، فيما آلت الرتبة الثالثة لمسجد ورش ببركان. أما في مسابقة الترتيل فجاءت النتائج كالآتي: في الرتبة الأولى لمياء الرحيم، وفي الرتبة الثانية مناصفة بشيخ نورة مع بوجدين سلمى، وفي الرتبة الثالثة نجاة المقدمي. أما في صنف التجويد فقد فازت بالرتبة الأولى وفاء سلامتي بمسجد الهدى السعيدية، وعادت الرتبة الثانية لنجاة الدوزي بمسجد القدس، فيما عادت المرتبة الثالثة للصادق أمينة بمسجد الإمام مالك. وفي ختام المسابقة تم توزيع الجوائز على الفائزات مع شواهد التقدير والتحفيز. المسابقة التي جرت أطوارها في جو التنافس الشريف استحسنتها المشاركات لما تتيح لهن من فرصة لإبراز مستواهن وقدراتهن في حفظ القرآن الكريم وترتيله، كما هي فرصة لحث الحافظات لبذل الجهد من أجل الرقي بكلام رب العالمين من خلال الاعتناء به حفظا وترتيلا. أحمد جبجات، زنازنية تيفي.